هل يتطور الدين؟ الدين بدون شك لا يتطور. له فقط أن يتغير. وتغير بالمناسبة سهل جداً. يعني أسهل مما يظن كثيرون. لكن المشكلة أنه هو عندما يتغير يصبح ديناً آخر مختلفاً عن السابق. وطريقة التغيير هذه عادة تكون سهلة جداً. يعني يكفي مثلاً أن أن تعيد النظر في آية واحدة من آيات الدين أو من سوره أو من طقوسه ليصبح بالتالي مذهبا جديدا ليشتق من هذا المذهب الجديد بعد ذلك بسبب رفض المؤمنين بالدين السابق أو بالمذهب السابق الهراطقه الجدد سيضطرون هؤلاء إما أن يعترفوا بأنهم لديهم مذهب خاص بهم من هنا نشاهد بانه او نلاحظ عبر التاريخ بان الدين دائما يتلون ويتشكل وتبدا هنالك صراعات بين اطراف مختلفه من اطراف يعني من القوى الفاعله داخل المجتمع وايضا القوى الطامحه الجديده او الشخصيات الطامحه الجديده هؤلاء تدور في حمى الصراعات فيما بينهم، المشكله بالدين دائما انه اي ماذا يحصل؟ يحصل دائما يخلق الفضاء الذي يمنع ظهور اشكال مختلفه او اشكال مختلفه من الـ من انتهاء المعرفه او تحصيل المعرفه والمعارف هذا يخلي المجتمع دائما مغلق ويتحرك باتجاه المزيد من الانغلاق وليس المزيد من الانفتاح لانه الدين حتى يوفر امكانيه أو النظرة الدينية أو التجربة الدينية للإنسان دائما تجعله دائما يضيق مساحة الحركة ومساحة التفكير، فهو يعتقد بأنه, بأنه في هذا الإتجاه هو الإتجاه السليم الذي يحافظ على الثوابت أو القيم الأساسية التي لديه، فيظن بأن أي تغيير هو بالضرورة شيء سيء، وهو بالفعل صحيح. يعني هاي النظرة لا يمكن أن ننتقد هاي الفكر التصور هو يبقى الدين هو نضح من او نتاج من نتائج التفكير الانساني والحاجات الانسانيه فبالفعل الانسان عندما يتوسع اكثر راح يتشتت راح يدخل في متاهات هو في غنى عنها بالتالي يخلي يقول لك انا بقينا على هذه المتاهه التي انا عليها بدلا من ان ازغل نفسي بالاخرى لكن المشكله وين هذا هذا يجعل المتدين او المؤمن بعقيدة ما يتعطش أكثر للمزيد من الثبات مزيد من التثبيت فيبقى دائما بينه وبين الثابت أو العقيدة أو الإله الذي يعبده أو المقدس الذي يدور حوله أو يطوف أو الثابت بالتعريف الذي أنا أقوله أنه دائما كل إنسان يحتاج ثابت يدور ويتحرك ضمنه أو يكون مرجعيته الأساسية سواء مرجعيته في, في أفق العالم في, في نظرة في طريقته في النظر العالم أو طريقته في النظر إلى نفسه أو أو المنهج الذي يرى به نفسه والمنهج الذي يرى به العالم. أشبه بالنظارة التي أضعها على ولا أستطيع الاستغناء عنها الدين كذلك أو أو الدين محدد هو بهذه الصيغة نفسها لا سبب أنت لن ستتضايق أنا لن أطيق إذا رفعت النظارة الآن فلا لا اشاهد جيدا لا افهم جيدا النظام العالم حولي يختلف طريقتي حتى احيانا اذا افترضنا انها اطار اطار ذهني داخلي يطلع فيه الانسان على نفسه وبالتالي راح تكون يش... ال... رده الفعل اقوى بكثير فبالتالي هذا يفسر انه سبب ظهور العنف او سبب علاقة العنف بالدين أيضا ولكن ليس بالطريقة التي كنت أتحدث بها عن العنف في برامج أخرى هذا العنف الذي ينتج بسبب الإيمان الديني وليس العنف الذي يولد الدين ويكون الدين فيه مبررا أي أنه عنف من نوع آخر حتى اضرب مثال على نظريه او تطور كيف يتطور الدين نضرب مثال على رساله الرسول محمد الرسول محمد ماذا فعل قال انا نبي لهذه المدينه والقرى المجاوره لها والايه موجوده يعني ان ارسلناك او اوحينا لك اليك قرانا عربيا اي واضح جلي لتنذر من تنذر ام القرى ومن حولها يعني حسب التفاصيل تقول ان هاي ام القرى هي مكه ومن حولها يعني المدن التي تحيط بها عموما انذر الرسول الكريم ام القرى وهي مكه كما تقول الرواة كما قلت لكن ما الذي حدث بعد ذلك حدثت متغيرات كثيرة وتطور هذا الدين وأصبح لا يخص أم القرى فقط, فقط بالتعبير بحسب التفسير المفسرين بأنها أم القرى هي مكة مكة وطبعا هناك آراء كثيرة عندي رأي أنا أقول بأنه مفهوم أنه بعثناه إلى أم القرى مفهوم غامض ربما ام القرى هي التي يقصد بها ربما اي مكان توجد فيه مجموعه من الاديان والمعتقدات او الالهه التي تعبد في مكان واحد يشتمل عليه الجميع وهذا المكان هو ربما يكون اورشليم او اي مكان يكون فيه اشبه ب مركز مقدس للأديان المختلفة وربما تكون مكة نفسها حسب تعبير لكن هذا لا أعتقد لأنه عندما يتحدث حسب الآية إذا طلعنا عليها جيدا الآية تقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها يعني يخاطب أم القرى بصيغة العاقل وليس بصيغه انها مدينه هي ليس مدينه او قريه فكيف تخاطبها ومن حولها ومن و وليس وما حولها هذا واضح ان هنالك اشبه بالهه او الالهه الام وهذه الالهه هنالك الهه حولها وليس قرى اخرى مختلفه طبعا هذه الشقاقات كثيرة وفيها آراء كثيرة لكن القضية الأساسية أتحدث عنها بأن تطور الدين أن الرسول أتى لينذر هذه القرية بوجود هذا الدين أو مذهب ديني لديه وقال بأن لدي هذا هذا الإله الذي أوحى إليه وأنا أتيت رسولا من قبله وأرسل هذه الرسالة وليست إلا رسول لكن بعد ذلك تطور الموقف وبدا يتحدث عن ان الموضوع يشمل العرب جميعا وبعد ذلك تطور جم... للاكبر واصبح ليس نبيا فقط انما نبيا ورسولا للعالمين وليس العالم البشري انما العالم الجني يعني الانس والجن فبالتالي هذا يعتبر تطور كبير التطور الاخر الذي حدثه يعني في في نفس الفتره المحمديه او نفس ظهور الدعوه التطور واضح جدا انه تغير حتى الاله ربما يعني تغيرت القبله وبدا من ان تتجه نحو اورشليم او بيت ايليا في ذلك الزمان كما تسمى او القدس في عصرنا الحالي هذه اصبحت ليست محطه العباده او مركز العباده او حيث يتوجه المؤمنون بالصلاه اصبحت هي مكه نفسها فبدلا من ان في يثرب ان يولوا وجوههم نحو الشمال بدوا بداوا يولون وجوههم نحو الجنوب وهي سببت اشكال خطير جدا لان عمليه تغيير القبله او او عمليه عباده الاله عملية ليست بالسهلة عندما تقول لي إلهك موجود في بيت في إلى الشمال أو في هذا الاتجاه ثم بعد ذلك تأتي وتقول لا لا هو موجود في هذا الاتجاه ومكان مختلف تماما وسكان مختلفين تماما وطبيعة مختلفة تماما فبالتالي هذا ليس أمرا عاديا لكن حدث الذي حدث وتغير هذا وبسبب هذا التغير انتشر الاسلام في رأيه يعني لو لو لم يحدث هذا القرار الاستراتيجي الخطير الذي له علاقه بتطور الدين وحاجاته وظروفه لما وجدنا الاسلام الذي نحن عليه حاليا هذه المرونه العاليه للرسول في تلك الازمان مرونة على مستوى السياسة على مستوى العمل على مستوى الفعل وردة الفعل على مستوى العقيدة تغير أشياء لا لا حصر لها طبعا يعتبر هذا بالنسبة لل... لل... للمتدينين يعتبر هذا أشياء عظيمة جدا وتدل على مرونة الدين وأيضا تدل على أنه على أن الرسالة مع هذا هم يؤكدون بالرسالة واحدة ولن تتغير لكن بالحقيقة هذا شيء غير صحيح الدين يتطور لكنه عندما يتطور يصبح شيئا آخر وهذا الذي حدث يعني لا نستطيع أن نقول بأن السيرة كما وصلتنا في المدينة في مكة هي نفسها الموجودة في يثرب يثرب أصبحت مدينة يعني مكة هي قرية لكن يثرب هي مدينة ما معنى هذا الاختلاف هذا الاختلاف معناته الآن أصبح الدين مختلف اصبح الاله مختلف لان اله مكه يختلف إله المحمدي في مكه يختلف عن اله في المدينه هنالك فرق بين القريه والمدينه المدينه بالمعنى عام هناك خليط من الناس مجموعه من الناس بمختلف الاديان والطوائف والاتجاهات وهنالك منافقون يعني عندما عندما كان في المدينه لم يتحدث عندما كان في مكه لم يتحدث عن وجود منافقين لكنه هنالك موجود منافقين وما المقصود بالمنافقين والذي يغيب عن ذهن كثير ان الرسول عندما ذهب الى المدينه لم لم يصبح الحاكم الاوحد بين يوم واخر، لا هو بدا يعمل على هذا الاساس على مدى سنتين وثلاثه الى ان اقر الجميع بانه هو الحاكم الاوحد، الى ان مات عبد الله بن ابي سلول وكبير المنافقين كما يقولون الى ان مات هو كان حاكم وسيد قومه. ولم يستطع الرسول أن ينافسه على سلطته هذه أو يجعله يجعله تابعا له لم يستطع حتى عند وفاته ووفاة راح عاده وزار زار يعني ترحم عليه ومع احتجاجات عمر وبقية الصحابة لكن كانت هذا دليل على ان سلطته لم تكن السلطه مطلقه في المدينه. وكان قائدا من بين قاده اخرين لكنه بسبب حنكته وقدرته على تجاوز الاخلاقيات السائده واشتراح اخلاق جديده بدا يشرع مفهوم السبي. لم يكن موجودا في تلك الازمان وكان محرما اباح السبي اباح حصد الغنائم وجعل العنف مبدا اساسيا في الدين، جعل الغزو مبدا اساسيا في الدين، جعل الجهاد مبدا اساسيا في الدين وفريضه اجباريه، هذا كله غير الواقع باكمله في الجزيره العربيه والعالم اجمع في ذلك الزمان. وذلك الزمان كانت الحروب الرومانية مشهورة بأنها لا يجوز أن يعني عندما تحدث حرب بين الفريقين لا المسألة النساء والأطفال يبدو هنالك حرمة لهم أثناء القتال لا يجوز التعرض لهم مهما مهما تواصل القتال حتى الشعوب البدائية عندما يتقاتلون وتحدث مشكله بالقبائل الاستراليه مثلا الشعوب البدائيه جدا عندما تحدث مشكله بين عشرتين او جماعتين يرسلون اشخاص معينين يخوضون النزال فيما بينهم حتى هذا النزال يحصل بطريقه غير دمويه او لا تؤدي الى الموت لكن اللي حدث انه عندما يريد يتطور الدين ويطلع دين جديد لابد أن يخترق, يخترق العادات القديمة وهذا ما فعله الرسول تماما أجاز الاغتيالات استعمل قطع الطرق وخنق مكة تجاريا وقطع طرق القوافل غزا الناس في في بيوتهم حرك ادار عمليات اغتيال اغتيال العنسي في اليمن وكان من اكبر المنافسين استطاع ان يهزم الجيش الذي ارسله الرسول ولولا انه ارسلوا له امراه وقتلته وهو نائم وكذلك قتلوا امراه وهي نائمه كانت حامل وطعنها احدهم في في بطنها وهي كانت ترضع اطفالها هذه مشاهدها قاسيه جدا لكنه عندما ينقلها ان كتاب السيره والحديث يذكرونها وكانها من البطولات وهي في ذلك الزمان تعتبر البطولات لان هذا يؤسس للعنف اللي هو الدين اللي يعني كيف الدين لا يوزع الورود الدين هو سلطة وتحكم وهيمنة على الناس وجعلهم تابعين أدلاء وهذا مع وحدة من معاني كلمة الدين الإذلال والامتثال واستعباد الناس وحكمهم وجعلهم يخضعون لأمر الله والحاكم الأكبر هذا على صعيد تغير تطور الدين الاسلامي والذي لم يكن دينا اسلاميا ربما كان كان يسمى بشكل مختلف عن التسميه التي الرسميه للدين التي ظهرت خاصه بدايه العصر العباسي ظهر اسم الاسلام بشكل واضح لكن بعد الرسول اصبح دين مختلف كليا الان الدين الاسلامي الذي نحن عليه مختلف تماما عن الدين الذي كان عليه الرسول في زمنه. لا احد يستطيع ان يثبت بان الدين الاسلامي كان في ذلك الزمان هو نفسه الذي نحن عليه الان. الدين الاسلامي الان فيه اركان، فيه عقيده، فيه آه، فيه اصول فقه، فيه اصول آه، آه، وكثير من التفاصيل المعقده جدا، هذا لا احد يعرف شيئا عنها في زمن الرسول. ولا لا ولا يعرفون هذه القضايا بأكملها، ولا يعرفون ما هو الفقه، لا يعرفون ما هي السنه، لا يعرفون ما هي الاحاديث، هذه كلها ما كانوا لا احد لديه اي فكره عنها. فبالتالي هذا اللي موجود عليه الان هو تطور كبير جدا للدين، لكنه في الوقت نفسه ليس الدين نفسه القديم، واما التعبير عن او ادعاء وجود دين، صحيح فهذا او الدين الاصلي او الدين العوده للاصول او الاسلاف او السلف هذا كله خطاب ايديولوجي عقائدي يستهدف كسب الاتباع وتحريك العواطف لا اكثر من هذا بعد الفاصل راح اتحدث عن كيف كيف تطور الدين بعد الرسول خاصه بما فعله ابو بكر مع القرآن وجمع جمع الاحاديث وحرقها وكذلك حرق صحف القرآن وايضا ساتطرق الى موضوع ما ماهيه الدين وتعريف الدين وما هو باختصار تعريف الدين وأيضا لماذا هذا التعريف يؤدي بنا إلى أن نعرف أن الدين لا يمكن أن يتطور وإن تطور فسيحدث سيتحول إلى دين جديد مختلف كليا فكونوا معي والآن شواهد تطور الدين خاصة الدين الإسلامي وهو مثال الذي نضربه حاليا وممكن ناخذ مثال أمثلة أخرى من الأديان الأخرى المسيحية خاصة اليهودية تطور هائل واجهت البوذية تطور هائل وما زالت لكن دائما كل تطور هو يفرز أديان ومذاهب جديدة مختلفة عن الأخرى و تختلف بشكل كبير جدا بالضبط مثل حكومة قديمة تذهب وحكومة جديدة تأتي، الحكومة الجديدة تأتي وفق منظور آخر حتى وإن كانت تعمل ضمن الأفق النظري أو الدستوري نفسه، فهنالك طرق أخرى للتعامل والتناول لكن تبقى دائما الثقافة العامة أو البارادايم العام الذهني أو الأنساق الفكرية المعرفية الأساسية تبقى عادة سائدة و معمول بها ولكن على مدى زمني طويل جدا عموما يعني عندما أتى أبو بكر ماذا قام قام بحرق نحو 500 حديث نبوي أيضا قام باشرح أشياء جديدة لم تكن موجودة في زمن الرسول وممكن البحث عن هذه الأمور أيضا قام يعني قرر أن باجتهاد منه منه شن حروب الرده، ايضا ربما باجتهاد منه غزا العراق وغزا باشر بغزو بلدان العالم الاخرى وخاصه العراق والشام. ايضا بعد ذلك اتى ابو بكر اتى اتى, أتى عمر بعد ان توفى ابو بكر يقال مسموما حول الكفه الى برساله منه الى عمر، واعترض يعني علق على هذا علي بن ابي طالب قال لما لما قضى منها وطرا او شيء من هذا القبيل ابو بكر دحرجها لصاحبه. عمر المهم فالذي حدث ان عمر اتى وجمع يعني اقر مبدا جمع القران وبعد ذلك طبعا جمع القران حدث بتاثير كبير جدا من عمر وهو الذي كان يرفض هذه العمليه لكنه بعد ذلك اقتنع فيها واقنع اقنع, اقنع أبو بكر وفي في زمنه أيضا بقيت نسخ القرآن أو أو الصحف وليس القرآن الصحف القرآنية بقيت عند ابن ابنته حفصة عندما توفى حدثت مشكلة في إرمينيا وهذا تطلب عند ذلك التطور اجراء تطور جديد للدين وحذف كل ما هو غير موحد واتى عثمان وحرق نحو عدد كبير من المصاحف ويقال بانها ليست قران ولكن مصادر التي كانت كانت موجوده لدى الرسول اقاويل كثيره لا ولا آخر لكن ليس هذا الموضوع الموضوع ان هنالك دين تطور مع الزمن خلال فتره قصيره لا تتجاوز الاربعه عقود طبعا هذا التطور ايضا رافقه تطور في القراءه في التلاوه في في الطقوس الدينيه في الحاج او زمن الرسول لم يكن هنالك صوم بالمعنى المعروف لم يكن هنالك اذان هذه كلها اشياء تطورات جديده حدثت في زمن الرسول نفسه وتواصلت مع الازمان المختلفه لكن هذا كله يؤكد الان قد يعترض واحد ويقول الان تذكر لنا وجود تذكر لنا وجود تطورات في الدين بينما في اللحظه الاولى تقول ان الدين لا يتطور كيف نجمع هذه بتلك؟ في الحقيقه نقول عندما يتطور الدين يصبح دينا مختلفا لكن الاكليروس الديني او القاده الدينيين لا ينكرون هذا التطور لانهم يريدون ان يقولوا بانهم ما زالوا على على الافق نفسه الذي او الفهم نفسه للعامه وللجمهور، الجمهور لا يحب التغيير الخطير ويخشى من اي تغيير فبالتالي الذي الذي يقوم بتطوير الدين يدعي بانه اتى بنص عمره آلاف السنين كما فعل الرسول نفسه، قال انا لم اتي بشيء جديد انا كلها كتب الاولين وانا أعو اعيد لكم الدين الصحيح لان هذا الدين الذي انتم عليه فيه اشكالات كثيره ولم تنقلوه بطريقه صحيحه وهو بالدليل انتم الان تعانون الامرين بسبب هذا الانقلاب او هذا الانحراف عن الدين الصحيح وهذا هذه التهمه ما زالت موجوده حتى يومنا هذا الدين اقوى اسلحته دائما المقنع للاخرين بيقول هذا ليس هو الدين الصحيح، هنالك مشكلة، الناس لديهم مشاكل، الناس لا يتبعون الدين الصحيح، وهنالك دين صحيح يجب ان نتبعه، بالتالي الدين دائما يدعي او الانسان بداخله يعتقد بوجود حل نهائي وصحيح، لكن اين لا يعرف؟ هو الكل يدعي بانه موجود، لكن لا احد يقول بانه أه انه او لا لا يجتمع الناس على راي واحد، كل يقول ان ديني هو الصحيح وانا الذي عثرت عليه، على يعني عثرت على الحل الصحيح، هي اشبه بمقامره الكل يمارسها لكن الكل يؤمن بان هذه المقامره ست... المقامره ستؤدي الى الرقم الفائز، وكل ما في الامر اننا لا نجيد التصرف الذي يسمح لنا بمعرفه هذا الرقم الفائز او او الـ أو, الـ او الجواب الحاسم الذي يحل جميع الاشكالات وعليه فان الدين يدعي بانه ما زال باقيا كما هو ولكنه في الحقيقه يختلف ويتنوع حتى الان عندما نجي نلاحظ السلفيه عندما يمارسون يقولون احنا نعود الى السلف واين السلف؟ يعني حتى لا تريد ان تعود تعود الى ماذا؟ اي لم يعد ممكن معرفه ما حصل في زمن محمد مثلا، لان الذي ياتي يلغي ويشطب كل ما سبق وهذا ما فعله ابو بكر عندما حرق 500 حديث حسب الروايات الموجوده، ثم بعد ذلك اتى عثمان وحرق المصاحف. عمر ايضا ساهم بكثير وابطل العمل باياته موثقه وموجوده وما زالت موجوده. وابطل العمل قال يعني تشريعات قرهم القران و وانا لا اجيزهما يعني هو هو اصبح في موضع الاله وموضع الرسول وبدا يقرر وينفي وابطل العمل بايات قرانيه صريحه وقال يعني قضيه اللي المؤتلفه قلوبهم يعني قال ما يحتاج الان الاسلام ليس في حاجه لهؤلاء ولا لحاجه لتملقهم معنى المعاني انه الاسلام كان يتملق وهذا تطور انه الاسلام يتملق عندما عندما يشعر بالضعف ويمارس القوه والاستبداد والعنف الصريح عندما يشعر بالقوه وهذا ملمح من ملامح التطور الديني لكنه ليس التطور الخطير جدا لانه جزء من الدين هو هذا التقلب والمناوره في ضمن النص الديني الذي يقرا باشكال مختلفه وحسب الحاجه وليس حسب ما يدعي النص الديني بانه مبين وواضح ولا وليس فيه اي اشكالات بعد ذلك اتى في زمن زمن الحجاج ايضا تعرض الحجاج بشكل محموم كل من لديه نسخه مختلفه من القران يعني هذا القران الذي الذي بقي لدينا هو القران الذي اشرف عليه الحجاج وهو من اكبر المجرمين في تاريخ الاسلام وتاريخ المنطقه الشرق الاوسط باكمله فهذا المجرم اللي قتل آلاف عشرات الآلاف من الناس هو الذي أشرف على القرآن وكان يقال بأنه كان هو في, في قبل أن يستوزر أو يقود الجيوش كان معلما للقرآن شيء من هذا القبيل هذا أيضا عندما نجي نلاحظ نحن يعني نرجع للدين الأصلي أو الدين الصحيح كما يقال أه لم لن نجد منه لن نجد اي اثرا اي اثر له هذا دليل على وجود تطور في الدين وهذا التطور الغى ما سبقه أه لم تبقى لم يبقى شيء من السيره سيره الرسول التي كتبها بامر من منصور ابن اسحاق هاي تم القضاء عليها وايضا تم القضاء على خطب الجمعة إن وجدت خطب جمعة كما يدعي الدين الجديد الذي ظهر بعد الرسول. هو فكرة الرسول أيضاً نفسها لا أحد لديه واقع حقيقي أو من لا يعرف ما حصل بالضبط أنه هل كان الرسول هو ينزل عليه وكيف ينزل عليه الوحي؟ لا أحد يعرف الحقيقة. هنالك اجتهادات كثيره لكن عموما الناس صدقت الروايه التي وصلت لدينا والتي جرى انتحالها وتهذيبها مرات كثيره. السيره النبويه الان اصبحت هي سيره لا يمكن الانكارها والتي جرى تهذيب يعني جرى القضاء على السيره التي كتبها ابن اسحاق وجرى تهذيب ما تبقى بسيره ابن هشام وهي الاخرى كان من الممكن ان تضيع لولا لا اعرف كيف تم الحفاظ عليها. ايضا تاريخ الطبري بالمناسبه الكل يعتقد تاريخ الرسل والملوك، الكل يعتقد بهذا التاريخ هو الاساسي على معظم يعني لم يترك شارده ووارده الا يعني لا لا يوجد شيء في ما نعرفه عن الدين لا علاقه للطبري فيه هو تاريخ طبري وتفسير الطبري بالحقيقه هو الاساس الذي يعني ولكن هذا نفسه تاريخ الطبري كان مفقودا والناس كانت تعتمد على مصادر من خلال الكتب الاخرى، لكن هو كنص تاريخ الطبري بحد ذاته كان مفقود حد القرن التاسع عشر. يعني حتى قبل 170 160 سنه تم اكتشافه من قبل مستشرق كان حلم حياته ياثر على مخطوطه تاريخ الطبري اثر عليها في مكان ما اتذكر وين يعني لا ممكن تسوون سيرش وتبحثون عنه يعني بدوله اوروبيه اعتقد بالمانيا بعد ما عثر او هو عثر عليه اعتقد باسطنبول ما أذكر بالضبط بس عثر على النسخه الكامله لتاريخ الطبري هاي تاريخ الطبري موجود الان كانت مفقودة على مدى 500 700 سنة ولا أحد لديه أي نسخة من أجل. مجرد استشهادات المؤلفين الآخرين وجدوها لكن النسخة الكاملة التي الآن يتنطعون بها هي نسخة أثر عليها مستشرق أوروبي زنديق كافر وملحد ومتسوس بالتعبير الديني طبعا هنا نأتي حتى نوضح هذه الاشكالات بين الدين هل هو يتطور او لا يتطور؟ انا اقول عندما يتطور هو لا يتطور ولكن يبقى مغلق، فحتى نوضح الموضوع لابد ان نعرف الدين. التعريف للدين طبعا التعريفات الدين لا اول لها ولا اخر، لكن انا بالنسبه لي وصلت الى بعد جهد جهيد، بعد محاولات كثيره لفهم الدين وتاريخ الدين واساطير الدين والتجربه الدينيه لاناس كثيرين وصلت الى تعريف اختصر بقول موجز وهو ان الدين ظاهره من ظواهر العنف الجماعي البشري ويتشكل عبر نشوء منظومة من المعتقدات والتصورات والسرديات والطقوس المتواصلة والمنتظمة شريطه ان تبقى هذه الطقوس غير قابله للتغيير باي حال من الاحوال والغايه من هذه المنظومه التحكم في نوازع الانسان الادوانيه وتجيرها وتوظيفها لصالح الجماعه المتدينه بكل الطرق الممكنه وبغض النظر عن اي اخلاقيات او اعتبارات وهذا يتم عبر ابتكار اسس اعتباطيه وتختصرها عبارات إلهية أو ما شابه وهذه الغاية قد تتحقق على حساب أفراد الجماعة المتدينة أو الأفراد والجماعات الدينية الأخرى أما التدين الفطري فهو امر مختلف عن هذا الدين، التعريف هذا الدين وهو يسبق الدين المؤسساتي او الدين المتطور بالمعنى الذي ظهر عليه ظهرت عليه الاديان المتطوره منذ نحو ألف عام حتى يومنا هذا. لكنه التدين لكن التدين الفطري يبقى دائما موجود ضمن الدين المؤسساتي. او المنظم او المتطور آه هذا يبقى دائما موجود ضمن ليتحول لي آه آه ويصبح حاجه اساسيه للتدين الممنهج والمنظم، يعني يتم استعماله كما يستعمل المتدين آه القاده الدينيين الاتباع اتباع هذا الدين لاستغلالهم لي آه او لجعلهم يشعرون بوجود تدين فطري لكنه بالحقيقه تدين تتم يعني تتم السيطره عليه بشكل دقيق جدا ومعاقبه كل من يخرج عليه بطريقه اخرى كما يفعل المتصوفه هؤلاء دائما يكفرون لانهم يخرجون عن الطريق الذي يحدده الدين المؤسساتي طبعا هذا التعريف يحتاج واحده حلقه كامله للشرح وتفاصيله، لكن عموما انا اعطيت هذه الفكره حتى اقول بانه هو لا يتغير ويبدو وشريطه وجوده دائما ان يبقى ثابت لا يقبل التغيير باي حال من الاحوال وبهدف انه يسيطر على عواطف الانسان انسان العدوانيه ويوظفها او يستقطبها لصالح الجماعه المتدينه، اي ان المساله هي مساله سيطره على العنف الموجود داخل الانسان وتوظيفه توظيف الايجابي. هذا هذه السيطره تتطلب دفع ثمن باهظ من الثبات الذي يعني تثبت على موقف محدد وجماعه باكملها تثبت على هذا الموقف بغض النظر عن اي منطق وعقل عقل، بهذا السبب نجد ان العقل لا يمكن له ان يكون حاكما على الدين. لابد ان يكون الدين هو الحاكم على كل شيء عداه. لأن وإلا فلن يستطيع تحقيق شرط التعريف أو شرط وجود جماعة متماسكة وإل هذه هي هاي مشكلة الدين وهذا اللي راح نجاوب على هاي الفقرة الأساسية أو السؤال الأساسي هو لماذا لا يتطور الدين ولا يتطور أتباع أتباع أي دين السبب هو أن القيم الدينية الأساسية اعتباطية. الاسعار بالاصل وغير قائمه على العلم ولا على المنطق طبعا هو لا توجد اسس لاسس المعرفه دائما ايضا فيها مسلمات وبها يعني بديهيات غير مثبته ومبرهنه فلسفيا ولا عقليا ولا علميا طبعا لكن المشكله بالدين يقول لك هاي القيم او الاساسيه التي يقوم عليها الدين هي قيم خارج على العلم وخارج على المنطق بل هي أفضل منهما لأنها غير قابلة للتغيير ومستمدة من إله حكيم وبالغ الحكمة فماذا تقول له خلك <applause> بالعكس العلوم أنتم الذين تولدون الإشكالات وغير ثابتين وتتغيرون بين فترة وأخرى واحد من التعليقات اللي قبل أيام ما ذكر اي حلقه يقول لي انت هذا الدين فاسد العلم فاسد وهاي العلوم كلها يوميه تغيير تغيير يوم يقولون الارض كرويه وبعد ذلك تكون مسطحه وبعد ذلك كذا وبعد ذلك كذا والانسان اصله كذا هذا عدم استقرار هاي بهدله واعتبرها حاله سلبيه جدا ويقول لا بينما احنا اللي عندنا ثابت وطبعا هو تفكيره صحيح يعني <applause> يعني منطقيا يعني او يعني عندما نمنطق او نضع هذا التفكير يقول ان احنا ثابتين انتم متغيرين عندما تجد لا صحيح لكنه عندما معا اكثر او تجيب هذه يعني الفكره المنطقيه عندما تطبقها على الواقع تجد انها كارثه لكنه هو لانه عايش في ظل النص وظل التعريف الديني اللي يعني الاطار التعريف اللي انا يعني ذكرته انه هو ما لا يستطيع الخروج من افق الفكره. الفكره الدينيه دائما هي تهيمن عليه وتاكل منه يعني بحيث او تاكل كل شيء خارج عليها يعني تضيع او تسحق او تلتهم او تتلف اي شيء خارج عنها، بالتالي هو عندما يجد العلم متطور ومتغير وفكرة التطور نفسها هو يرفضها أصلا لانه يعتبرها حالة متلبة يعني طبعا شيء سيء أو علامة سيئة أو صفة سيئة في أي شيء غير ما عداه وهذا هو الذي يؤكد الدين أو العقيدة يعني أنا لا يهمني ما هو دينك لا يهمني أي شيء قل لي أنا متطور أنا أؤمن بأي شيء لكن عندما مجرد أن تقول لدي شيء ثابت أقول لك أوه قف الان انت دخلت في منطقه الدين ومؤمن منطقة لن تخرج منها نهائيا على الاطلاق ولا ولا تستطيع ان تخرج منها الا بشق الانفس وبقدرات خاصه لا تتوفر لدى كل الناس. فقل لي حدثني عن عن تطورك ومرونتك العاليه وحدثني ألف سنه، لكن عندما مجرد ان تقول لدي ايمان بقضيه معينه اقول لك انتهى الموضوع يعني لا, لا لا امل ولا رجاء فيك في في مجال يعني ربما هو يعني مرتاح نفسيا او وربما يؤدي الى شيء جميل لكنه لا امل ولا رجاء فيه في ان يتطور ويتغير او يحدث تطور في ال في نفسه والعالم المحيط به او يسمح بوجود ما من يتطور حوله. قلت لماذا يتطور؟ قلت بان القيم الاساسيه الدينيه هي اعتباطيه وغير قائمه على العلم ولا على المنطق. والسبب انه لماذا الدين دائما ناجح؟ وهنا يولد هذا يتولد لدينا هذا السؤال. لان العلم والمنطق والمعارف عموما لا تستطيع ان تشكل نظام جماعي. وايضا هذا يعني العلم والمنطق والمعرفه لا تلبي حاجه الجماعه الماسه للتوحد واتخاذ القرارات بسرعه عندما نفترض لدينا حاكم عالم او فيلسوف في هاي اللحظه لدينا مشكله خطيره يجب ان نواجهها هو ماذا يفعل لا, لا يتخذ قرار بسرعه ويحاول ان يستشير الاخرين باعتبار هاي مساله معقوله لان كل راح يدفع ثمن موقف يعني شن حرب يعني انت الان عدو واقف على الباب ما لا تفعل؟ يجب ان تتصرف بسرعه لا ان تاخذ راي الجميع باعتبار انهم سيكونون سيدفعون ثمن هذا الموقف. يعني مثال هذا ممكن الاعتراض عليه كذا لكن الفكره هي هكذا العالم والمفكر دائما لا يقدم قرار صحيح في بسرعه والدين لهذا السبب هو الناجح. هو الذي يسيطر هو الذي دائما يوجد من يصبح وصيا على الآخرين ويخلق الثقافة والمفاهيم والأساطير والقصص التي تجعل هذه السلطة مهيمنة على الجميع وأيضا تخلق الانس... تصنع الانسان الذي يشاءه رجل الدين اي ان الانسان هو صناعة رجل الدين وصناعة الدين ولا يوجد إنسان لا لم يتدخل الدين في صناعته أو في تشكيل وعيه كإنسان الصناعي ممكن يصنع منتجات العالم ممكن ينتج نظريات رجل الدين ينتج بشرا متدينين هذه وظيفته وهو يحول يأخذ الطفل من بطن أمه رأسا يستلمه حوله إلى متدين ومؤمن هذه وظيفته ويصنعه ويقول بالطريقة التي تعجبه لهذا يسبب شوف الأطفال الطفل عمره خمس سنوات يحجبوها لك أنا هذا عملي أنا أصنع أصنع الإنسان المتدين هذه وظيفتي فانت عندما احجب يقول لك هاي يقول لها يجي واحد يقول لها طفله بريئه ما ذنبها، لماذا تحجبها؟ قلها حتى يتعلم. طالبان الان تفعل هذا الشيء. أه تعترض عليهم او ما تعترض هذا الموضوع مختلف، أه عندك قيم انسانيه وما الى ذلك يقول لك لا انا هذا الدين، انا ديني ما يتطور، انا الدين مالتي انا أه أه عندي اخلق أه قطيع مدجن منظم مرتب. النساء يولدنا الرجال الأدوانيين الشرسين المجاهدين الأبطال وأنا أتحكم بالموضوع وخلاص ما أحتاج أي شيء آخر لا أحتاج لا غرب ولا أحتاج تطور ولا أحتاج أي شيء فعلا عندما تجي المنطق تجد منطق براغماتي صرف لكن براغماتي بالطريقة التي هي كما ممكن نقول طريقه بالغة بالغة السلبيه. وبالغة المحافظه والتشدد والتعصب والتمسك بالحال التي عليها الانسان، بل ايغال فيها اكثر، هذا هو معنى التطرف الديني. طبعا هذا الكلام عندما نقول من العلم والمنطق والفلسفه ورجال العلم ولا يستطيعون منابذه رجال الدين. هذا لا يعني مثلا ان القيم التي تؤمن بها الجماعه راح رجل الدين راح سيلبي حاجات الناس الاساسيه لها، ربما ينفذ عكسها تماما لكنه يتحجج بهذه القيم ولديه من الطرق والمهاره ان يتصرف بطريقه مختلفة تماما عن طريقة رجل العلم رجل العلم يعتمد على المكاشفة وكشف الوقاعة والمنطق ويقول لك هذه هي القضية لا تصلح ولا تصلح الرجل الدين لا يفعل هذا الشيء يمارس ألف طريقة أو أي حلة حتى يعالج الموضوع مثلا يخرج نبي مثلا ويقول أنا نزل علي وحي الاله مثلا موسى نزل قال نزل عليه اله يهوه وتحدث معي وراى رأى ظهري ورأى وسمح لي بان ارى ظهره وقال انه امرني بان اسلم الالواح الى شعب اسرائيل وان يتبعوني وبعد فتره من المجازر والصراعات راح انتصر موسى ووضع الواح التشريعيه بمعنى آخر أن حاجة النبي قد تتعارض مع حاجة الناس أه والحجة دائماً بأنه أه يرى أبعد من آخرين وأنه منصور من قبل الآلهة أو مرسل من قبلهم وهذا أه يتم فرضه بالعنف وبعد فرضه بالعنف وكما معروف موسى قال لا أحد يبات لي بسبب أنه بقرة غلاء أحد يبات ليلته إلا أن يقتل كل هؤلاء خنا ولو كان أبوك أو أخوك وقتلوا ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف شخص في ليلة واحدة هذا معناه أنه يغير قيم الجماعة ويفرض قيم جديدة كما يشاء لكن هاي القيم هي التي تبقى ثابتة والتي لا يسمح بالمساس بها وخاصة عند اليهود مسألة معقدة جدا وأنتم تقاليس وطقود لا, تصل طقوس لا تصدق في شدتها وتشدتها على اشياء بسيطه جدا. وعليه فان الغايه من الدين او وجود الدين دائما معاكسه للتطور تماما ولاي تطور بل وان كان الدين هو هو نتاج تطور بشري لكنه هو بحد ذاته معاكس لاي تطور والاصح إن الغاية من امتناع الدين على التطور هي البقاء في حالة استقرار بالتوازي مع رفض أي محاولة تغيير سواء من داخل الدين أو من خارجه بالتالي هذا يجعل من فكرة التطور التطور غير واردة في ذهن الإنسان قديما بل وحتى الآن في الشعوب المتدينة لا لا توجد فكرة التطور والسبب هو كما أشرحت وأضيف سبب آخر جديد هو أن الزمن في الذهن المتدين أو المجبول على العنف الديني والرغبة بالممارسة العنف والرغبة الشديدة بممارسة العنف هاي غير موجودة في ذهنه بطريقة كرونولوجية أو متتالية هو بالنسبة للزمن يدور ويعود في بشكل نفسه يعني هو البدايه والنهايه في وان واحد الفرق بينهما هو مدى التزامك بالتعليمات ومتى مدى ثباتك على القيم ومثباتك على الدين كما يقولون بالتعبير الديني هذا كله يفسر لنا لماذا لا تتطور المجتمعات المتدينه لانها ليس لانها لا تتطور بل لانها بل ترفض التطور ولا تحتاج التطور لان هذا تعتبر ليس ترفا ما بعده ترف يعني انما هذا فساد ما بعده فساد الاهميه القصوى دائما بالنسبه لهم هي تطبيق العلوم الشرعيه حسب ما توصل اليه ابن تيميه الابن البار للاديان المتسلفنه المتطرفه وحسب قوله هو يقول الدين في في غنى عن اي علوم اخرى اخرى ورفض علوم الخوارزمي وغيره وقال حتى ان كان فيها خير ففي العلوم الشرعيه ما ما يغنينا عنها. شكرا جزيلا واسف على الاطاله واشوفكم خير مع السلامه.